يا شيخ جايكم من ابها وجاي بعلوم ابها وجاي ب... يا مرحبا حياك الله. طول عمرك ويسلمك فيكم. يا مرحبا. تفضل شيخ محمد. الله جميع. يلا حيك. حياك الله شيخ. والله فرصه سيده. اولا اعلمكم بعفاكم وطولة اعماركم. هناك في ديارنا والله على كل ديار وصلنا دعوه كريمه. والله واسعد وابرك حزها مشاركه هذه الوجيه الطيبه. حنا نشوفكم على الهواء مباشره كل يوم ونسعد والله ان يكون فيه زي الاشكال هذه قدوات لنا في هذا البلد. والمجالس اذا خاليه من الطيبين خاليه من الخير كله. والله هذا في علمي وعفاكم وطولة اعماركم. الله يسعدك. انا يعني كشاعر وكراوي واللي تامرون به انا مستعد. مجال لك. وفرصه والله سعيده اني اجتمع في هالوجه. شيخ محمد اول شيء الله يحييك. وحياك الله وحيا علومك باسمي واسم ابائي اللي موجودين هنا في البيت نقول يا مرحبا وحياك الله. مرحبا هي عد السير احنا على الطائف نقول كذا. الله يطول عمرك ويسلمك. المجال لك. هو كان معك ضيوف لكن الضيوف حصل ظرف معين لكن انت تكفي وتوفي باذن الله. الله يطول احنا ودنا تكلمنا عن منطقه الجنوب اللي ابها ان كانت تعطينا بعض المعلومات وان كان في بعض التفصيلات اللي هي الجغرافيه وعطنا بعض العلوم بعض العادات. احنا اول كنا نتكلم في عادات الزواج والزواج والامور هذه فكلنا مبسوطين ومستمعين. والله انا هي ما تختلف المملكه العربيه السعوديه من شرقها الى غربها الى جنوبها الى شمالها فيه عادات يمكن خصوصيه بسيطه عند بعض القبائل وكل يفتخر ويتشرف في عاداته وفي قبيلته. انا بطبيعه الحال عشت في منطقة الجنوب في سرات عبيدة وأنا بشري قحطاني. نعم. قريتي نحمد الله أنجبت كثيرا من العلماء والأدباء والدكاترة ورجال الأعمال ومنهم الرعاة دائما لهذه القرية. فأنا فخور جدا بأن أكون من هذا الجيل ومن هذه القبيلة بالذات. بالنسبة للعادات عندنا مثل ما قلت لكم ما تختلف في شيء. أنا عندي قصة طويلة لكن والله إني أعتقد إن المجال إنه ما يكفيها. وهي إني عشت بين جيلين، جيل يعني ما هو فقير وجيل غني جدا و و و وفيه أمور يعني ودي إني أرويها عن هذا الجيلين مما يقارب 60 سنة. فهل المجال يا شيخ فواز؟ تفضل ما المجال لك تفضل. بالنسبة لنا في المنطقة الجنوبية وفي قريتي وفي قبيلتي بالذات وتكلمت عنها في الجنادرية رقم 7 كنت ضيف الجنادرية وألقوا معي مقابلة في عملية التكافل الاجتماعي في البيئة وفي القبيلة سابقا. حنا إلى 1365 هجري ما كان منا أحد يعرف بالذات قبيلتي الرياض إلا بالاسم. يعرفون مكة والمدينة عشان حج وعمرة وزيارة لكن الاغتراب كان ليس موجود لدينا. كان عندنا اكتفاء ذاتي. كلما تملك في بيئتك في قريتك يكون ملك للقبيلة. وكانت مقومات الحياة في القبيلة هي 4: الجمل، الثور، الله يكرمنا عند الحمار والبقرة. إذا كانت عند الشخص عندنا فهو تاجر. والله العظيم أفلح ويزرع وحنا قرية زراعية جدا. وكان أول ما يبدون عندنا ما يسمى بالقلاع تبنى وكلكم من البيئة وكلكم تعرفونها بعضها أكثر من 30 دور ومهواه بطريقة محترمة وموضوع حتى الدرائش حقها بطريقة حربية لحراسة القرى وما جاورها وحراسة المزارع وحراسة. فطبعا يبدأون القبيلة في شراء عدد من المزارع ثم يوقفونها وتسمى الرايسة أو العشيرة وكأنها وزارة المالية. توقف المن. نعم للفقراء في القبيلة. جميع الفقراء في القبيلة وضيف القبيلة اللي يجي عليه حاجة يسمونهم عندنا كسب بيجون بيسكنون في القرية اللي فيها مثلا هذا الخير الكثير. أبار
يوضع لكل بير ولكل مزرعة عندنا كبيل يسمونها كبيل الكبيلة ما يتعدونه في أمر. كل كبيلة عندها أربعة عندها ستة عندها ثمانية زي الشيخ زي الشيخ. احنا ما كنا نعرف والله ان فيه امارة ولا فيه محكمة ولا فيه بلدية ولا فيه زراعة. عايش انتم كنتوا؟ نعم. هذا قبل كم سنة؟ 40 سنة؟ لا اكثر من 40 سنة. لا احنا في 40 سنة دخلنا في جميع دوائر الحكومة. يعني اكثر من 40. واشغلوها الشباب الاخيرين هذولا بالقضايا اللي ما هي بصح اشغلوا الدولة. كان عندنا حكومة مصغرة كان عندنا وزير للزراعة يسمى الكبيل. إيش؟ وزير القبيل؟ سمى كبيل كبيل الكرية للشجر. ما فيه واحد يقدر يقطع عود أخضر والله. نعم والناس بيسمعوني وإن شاء الله أني ما أكذب هذا الكلام. أي ما يقطع عود أخضر. هذا العود عندنا يسمونه عود معرب. فترى الأرض غابة كلها لا يقطع فيها عود أخضر ومن قطع عود أخضر وشهد عليه. مثلا أنا قابلني رجل من هذولا وأنا معي شيء من هذا الشجر راحوا كلموا الجماعة في صلاة الجمعة والجماعة يكلمون القبلة حقان الحام مثلا أنا مثلا من آل بساعد هذا من مثلا آل هذه هذا يقولون والله فلان هذا قطع العود الفلاني يطلعون له أربعة ويثمنون هذا العود عليه بعشرة ذاك اليوم في عهد عقرة مثل عقرة آلاف وعليه نعم وعليه غرامة مالية وعليه عشر. الله لا إله إلا الله. نعم فوالله ما حد يلمس الأخضر إلا لحاجة قصوى. فترى الأرض دائم خضراء مخضرة. نعم في حمى عندكم نحمي؟ نعم ومثل ما قلت لكم كانت كان عندنا ما يسمى بالعشيرة والعشيرة عبارة عن جمعية مثل وزارة المالية عليها برضو واحد زي وزير المالية. عندما تأتي العشيرة هذه إلى الرئيسة في يوم من الأيام يقولون والله هذه البلاد شربت. طبعا البلاد اللي تشرب هي اللي عثري ما عليها آبار بس مناجيها بعيدة كانها تأتي من الرياض كانها تأتي من العمارية كانها تأتي من الدرعية. يا سلام. اليوم هذا توقف كل شيء يخصك كل شيء يخصك حتى أولادك وتسرح أنت و جميع ما تملك ملك الجماعة ما في شيء لك. المحراث المضمد المجسم ما يسمى بالشرع المجنب الفرسة من يرتب المزحة هو كل إنسان يرتب نفسه ولا أحد يسأله. من تخلف فعليه غرامة ثم يسرحون لهذه المزرعة ثم يعملونها في يوم واحد تحصل الزرع فيه أربعة أضماد يعني ما يعادل ثمانية ثيران كل دورين عليها عليها مضمد وراها محراث وراها ذاري. وإذا غلقوا يقومون الأطفال والنساء بتنظيف المزارع وهذا ثم يكمونها. يبقى هذا الحب لمدة 5 أيام. اشرحها يكمونها وش؟ يكم يدسمونها دسم يعني عشان يساوون الأرض بعد المحراث عشان تندف. أيوة عشان لا عشان تحفظ رطوبة الحبة وتنبت بسرعة حتى أنهم يمنعون عنها الموارد المائية يمنعون عنها المناشي لا تجيها عشان ما تصلب الأرض ما تطلع النبتة. يا سلام. فإذا نبتت وأذكر أنا كنا ندرس في درست كلكم في أول ابتدائي أول ما يعطونك المحراث يقولون يخطط الأرض في نظم وإتقاني كأنها ريشة في كف فناني. يخطط الأرض لكن ما يلونها فإنما زرعها أستاذ بلواني. هذه الخطوط سطور بات ينكشها في صفحة الأرض بالمحراث ثوراني. لو ما هما جاد بالخيرات باطنها ولا جني ثمر من بطن رجاني. يعني هذا المحراث كان له أهمية قصوى في ذلك الوقت صح ولا لا؟ إلا صحيح. أيوة. فيحرثون البلاد هذه فإذا شطيت وصلت أكثر من شبر أو شبرين وضعوا لها حراسة على طول الثمرة لمدة 5 شهور أو 6 شهور ما شيء يأكلها لا من المواشي ولا من القروي ولا من أي شيء إلى أن تجي الثمرة. الحراسة ليل نهار. أي حراسة. أما يجيبون لها واحد شاقي يجلس عندها عامل أو يتناوبون عليها الجماعة في الليل والنهار كل لحمة ترسل واحد في الليل ولا في النهار وهكذا إلى أن يغلقون. ثم بعد 6 شهور أو 5 شهور يودونها إلى الجرين ما يسمى بالجرين كبر هذا المحل بس إنه يكون دائري أو أكبر شوية ويروحون هذه ولا يغيب رجال يكلمون شيخ القبيلة
أو النائب أو اللي شروه من عندي في خير، وهو يعلن أن هذا اليوم يوم نفير لهذه البلاد ولهذه المزرعة لأن ما عندهم مورد غيرها، ثم يجيبونها إلى هذا المحل ويسرحون جميع أنت وما تملك في بيتك هذا ملك للجماعة لمدة هذه الثمرة، يسرحون البقر والحمير الله يكرم من عندي والجمال والحريم، وكل واحد له شغلة ما أحد يجلس إلى أن تنتهي ويؤدونها ولا يروحونها في هذه القلاع. طبعا قريتي تتميز بأن فيها 420 مدفن حب مدافن، إيه الحب فيها. مدافن منقوبة في الأرض يأخذ 280 فرق ما يعادل 1200 صاع يعني، ولا الصوامع والغلال ما شاء الله والله، ومهواه بطريقة عالمية لا يصلها الماء ولا يصلها الرطوبة الدود ولا شيء، يجلس هذا الثمر وسطها لمدة 10 سنة 8 سنة، ثم إذا احتاج القبيلة أن يطلعوه طلعوه ووضعوه في أرض يشرق عشان تنتهي الريحة وينتهي الرطوبة اللي فيه، ثم يقسمونها على الفقراء والمساكين، ولذلك طول العام ما عندنا فقير ولا عندنا مسكين، متساوين الغني والفقير في هذه القرية. يروحون هذا الحب يضعونه في الجريم، ثم يجون الكسب اللي هم الفقراء والمساكين، ثم ينزل واحد بالصاع كيل يعطي هذا 10 يعطي هذا 5 يعطي هذا 6 يعطي هذا مدين، المهم حسب الأسرة وحسب العائلة وحسب مكانة الشخص اللي جاي. بس في شيء اللي هو بعد ما يحطون الذرة مو يدوسون يدوسونه بالبقر وبالجمال يدوس لا المرحلة لا الذرة ما تدوس، الذرة نخبطها بالمخبط وبالمدقة ولا يخبطها للرجال الأقوياء، ويقولون يا الله اليوم يا ربي يا عوين الطلابة شلها يا الذي ينبت الحب يابس يوم من أذرابه. طبعا عندهم أهازيج كلها تشجيعية حفظ شيء منها اي نعم عطنا بالأمان، وكلها كلها كلها أهازيج تشجيعية وطلبة الرب العالمين أنه يوفي لهم هذا المحصول وهذه الثمرة حتى يصل إلى البيوت. سمعنا منها يقولون يا الله اليوم يا ربي يا عوين الطلاب يا الذي ينبت الحب يا بسن يوم نذراب. طبعا كثير من الأهازيج طبعا لما يبدون يكمون الدسيم يقول بسم الله الرحمن الرحيم كم الله الطين وخس الله الشياطين حاضرهم والغايبين، كل شيء ذكر لله سبحانه وتعالى على الفطرة عقيدة عقيدة. وترى ما كان فيه ذاك التعليم اللي حصلنا عليه ذا الحين، كان اللي يجونا كتاتيب يدرسون في المسجد يدرسون في يعني ما هو ذاك الشيء اللي اسلم لا انت اكرمك الله الله يكرمك والديكم يسمع. عندما تروح الى بيت العشيرة يسمونه بيت العشيرة كأنه في المالية المسؤول عنها شو اسمه مسؤولين 4 أو 8 حسب القبيلة حسب الحامل القبيلة منهم من يتكون إلى 12 لحمة. ما كانت القرى كبيرة ولا كان السكان كثيرين، كان أكثر قرية تحصل فيها 400 شخص، الحين القرية اللي ما كان فيها إلا 10 فيها 2000. أولا الحمد لله رب العالمين، فضل الله ثم فضل حكومتنا هذا الرشيدة، ما عاد حد توفى إلا نادرا كانوا يموتون في المرضة الوحدة 60-70 والله العظيم، وأنا لحقت أنا في الشيء هذا. فيروحونها إلى بيت العشيرة أول في الجرين هذا يعطون كل الضعفاء والمساكين، ثم يقومون 5 ويخرصون هذا الحب وهو في الجرين، ثم يندرون حق الله منه الزكاة. والله ما يجيهم واحد يطلبهم ولا تسألهم الدولة فيه، نسميهم الخواريز اي خراص يجي ويخرج هذا الحب ويقول هذا خراج هذه البلاد ويحطونه في جهة حتى يجون الخراصة بعد سنة بعد شهر بعد يوم ويأخذونه ولا عنده دونه عذر. ثم يودون هذا الحب أولا قبل يودونه وقبل يصفونه يخرجون منه الصيب اللي يذرون به السنة الأخرى وهذا مهم جدا جدا عندهم، مثل الفحل هالحين مثل الفحل مثل فحل الإبل مثل فحل الغنم، يدورون على المطو الزين أو على السبولة الزينة وينقونها ويحطونها في جهة معينة ولا يدقونها، يخلونها إلى السنة الأخرى عشان تبقى في إغلافها عشان ما تخرب. ولذلك يقول درويش بن هادي أحد شعراء قحطان وأحد الفرسان وأحد الأبطال اللي عاشوا تاريخ في عهده، أقول والله أنت البطل الله يسلمك، يقول بيض وجهك
دور نصيب البر اللي جيت تذرى بر السميرة قلت خيرها تصيبه. دور البنت مجربة وضعت خسرة واصبر ولو جارت عليك التعيبة. يجي ولدها فارس سعيد مسرع محاضي لك باب يوم الحقيرة. فالصيب له أهمية. بركات الشريف يقول عرب ولادك عربه فالنار من مقباسها والصيب بوراك النساء اللي أصيل إنساسها. هنا نعرف أن الصيب هو أساس كل شيء حتى في الحب اللي تبذر به في الأرض. يروحونه وإذا بدوا في البيت في بيت الجماعة في العقيرة. فإن كانوا في غنى وعندهم من العام اللي قبله شيء باعوا في السوق وجابوا فلوسه وحطوها في شنطة. لا في ذاك اليوم تجوريات ولا. وحطوا للشنطة أربعة قبلة كل معه قفل وكل معه مفتاح. ولا يقدر أي شخص يتصرف في شيء من هذا المال إلا بحضور الأربعة هذولا أو الستة أو الثمانية. والله هذا الرجال منصى للقرية وكريم ويستقبل ضيوف القبيلة ويستقبل الضعفاء والمساكين. عطوهم العشيرة. إيش تعطونه؟ يطلعون يقولون أعطوه خمسة أفراك. طبعا الفرق عندنا 12 مد اللي هو الصاع. أعطوه خمسة، أعطوه أربعة، أعطوه مئة من العشيرة ريال فرنسي، أعطوه عشرة، أعطوه اللي يكون اللي يستحق ولا يحسبون عليه. دين لا يقضى ولا ينسى. إذا جاء واحد غارم عليه دية أو عليه شيء ينصى كبير الجماعة. وإذا نصي كبير الجماعة يطلب والله إحنا علينا غرم ولا علينا شيء ولا أنا بتزوج. حتى عندنا في الزواج كان المتزوج ما همه إلا هذا الزوجة يروحها. والله إنه ما يخسر ريال واحد. يقومون بالجماعة من الألف إلى الياء. ولكن ما كان عندنا طلاق نهائيا. المطلقة غير موجودة. عكسها الحين. والله العظيم الأمر ميسر الحين إلى قبل وتحصلهم كل يوم في المحاكم يطلقون ويعلقون. وهذه ظاهرة غير طبيعية. يا شيخ من أول تفضلنا في دخشمه.